يجذب زبائنه بمقولة أن المنتج عراقي، ليس من باب دعم المنتوج الوطني فحسب، بل لأن أسعاره تبدو أرخص من المستورد إضافة إلى جودته. لكن هذه الأسعار المنخفضة محصورة بشرط رئيسي، وهو قدرة الجهات المسؤولة على التحكم بالأسواق، خصوصا بعد أن منعت وزارة الزراعة استيراد 24 مادة حيوانية ونباتية. منع الاستيراد يعزز من دور المزروعات المحلية، لكنها تبقى مقلقة بالنسبة للسوق الذي يشكك في قدرة الحكومة في سيطرتها على المنافذ الحدودية. من الديالة للبصرة إذا مسيطرة الدولة، كمثال عندك أنت المحصول الزراعي الإيراني، يعني إذا ما فات منا منافذ مال منذرية مثلا من الديالة ومال بدرة ومنافذ منك، راح يضطر التاجر العراقي أو إحنا نصحنا القنطرة منين يفرها منين على إقليم كردستان. من راح يدخلها منك على إقليم كردستان راح تدخلها بسهولة، لأن إقليم أعتقد يعني المنافذ الحدودية ما وصلت عليها الدولة. تقدر تسيطر على الأسعار؟ ما أعتقد هذا. يعني إحنا مثلا توقع الطماطة العراقية، يمنعون الطماطة الإيرانية والتركية، رأسا طماطة تصير ب2000 دينار. زين، بعدين إذا أسحنا البيض، نمنع البيض، الطبقة كانت بثلاثة وأربعة صارت 6.5. تتحكم بها هواي جهات، تجار وأحزاب. وفي ظل غياب الرؤية الاقتصادية ودعم الفلاح المحلي لإنتاج مزيد من المنتجات بما يكفي تغطية الأسواق لمنافسة المنتجات المستوردة، يبقى المواطن حائرا بين قبضة التجار على السوق والتحكم بمفاصله، وفشل حكومي على مدار سنوات في استثمار القطاع الزراعي. لازم المسؤولين المختصين اللي هم يعرفون شو يحتاج البلد لازم يوفرونه، يخلي اقتصادية البلد مرفوعة مو ينزلها. يعني هسه احنا البلد يعيش يعني البوتيتا هسه ب 750 ب 500 بالعراق، باكر على هالمستوى هذا هسه ب 2000 ب 3000 وما موجوده، لان الزراعه العراقيه مو ناجحه. الفشل سبب الحكومه العراقيه ما اكدت على الزراعه العراقيه، فشلتها من البدايه من السقوط لحد الان. عندنا فشل بالزراعه العراقيه، يعني حتى ترتيب نظام بالاستيراد ما عندهم. لا يحتمل المواطن مزيدا من الاعباء الاقتصاديه، فبلد مثل العراق تتنوع فيه المصادر الزراعيه والمنتوجات الحيوانيه، يستورد من دول العالم حتى ما اشتهر به يوما وهو التمر، لأن فك الفساد المستشري يعطل عجلة الزراعة ويرفع من أسعارها كما يشاء، ومنها البيض ليرمي الكرة بعد ذلك في ملعب الدجاجة. قناة رشيد علي أسد، بغداد.